ظاهرة نادراً ما تتكرر، فلم يعتد الجمهور أن يكون الثنائي الفني من الفنانات، فعادة ما يكون رجلاً وامرأة أو اثنين من الرجال، حتى جمعت الكيمياء بين النجمتين سهير البابلي وإسعاد يونس ليصبحا معاً من أشهر الثنائيات في تاريخ الكوميديا. أوه كيكي عريف؟ لا مفيش، كنت في حفلة تنكر. بدأت العلاقة الفنية بينهما عام 1979 حين التقيتا في مسرحية الدخول بالملابس الرسمية التي كتب قصتها بهيج إسماعيل وأخرجها السيد راضي، وشارك في بطولتها أبو بكر عزت، وجعلت الجمهور يلتفت إلى سهير وإسعاد. فوقي واضربي الدنيا، يلا شمي كمان مرة شمي ريحته إيه؟ جاز يلا يا حبيبتي انتي مع ما بنت بابا. ومرت 8 سنوات كاملة حتى تجدد اللقاء عام 1987 في مسلسل بكيزة وزغلول الذي كتبت قصته إسعاد يونس وأخرجه أحمد بدر الدين وحقق نجاحاً مدوياً. لحمة يا دنيا لحمة، لحمة وتاهو الحبايب، لحمة ولا عدش لحمة، موسم وفحو. ومنذ تلك اللحظة شعر الجمهور أن سهير وإسعاد هما توم وجيري مصر، واشتهرتا باسم بكيزة وزغلول، مما جعل التجربة تتكرر بينهما في العام التالي بفيلم سينمائي حمل نفس الاسم، ونجح الفيلم أيضاً. مالك يا زغلولة بتعيطي ليه؟ زهقت بقى من طلطيش الدنيا فينا كده. ولا يهمك، احنا وراها لحد ما تفرق. لتصبح سهير البابلي وإسعاد يونس ثنائياً تاريخياً خالداً في وجدان المصريين وفي ذاكرة كل من رسمنا البسمة على وجوههم.